موضوع من أخطر الموضوعات. إحنا عندنا مثلث في المشاكل في الحياة الزوجية: المال، الأهل، الجنس. أسوأ وأخطر مشكلة مدمرة حياتنا إن إحنا لما نيجي نتكلم في موضوع العلاقة الحميمة. الكنيسة ما كانتش بتتكلم فيه زمان خالص، رغم إن الكنيسة كافحت كتير جدا عشان تتكلم في الموضوع ده تفاديا لمشاكل خطيرة جدا بتحصل. هتقول لي طب ما في شباب قاعد متجوز، في مادة عندنا اسمه الوقاية خير من العلاج. هتقول لي طب ونتجوز لو عنده غلطة من الغلطات اللي بتحصل هنصلحها. أنا مش هقول ألفاظ ومش هقول حاجة، ما تخافوش على الولاد وأنا مراعي إن هما قاعدين، فأنا عامل حساب دي كويس أوي، ما تخافوش. أول حاجة هنتكلم في الموضوع ده من ثلاث أبعاد عشان ما أطولش عليكم. البعد الأولاني هو ليه جنس مقدس من خلال الكتاب المقدس. البعد الثاني هو ايه الاختلافات اللي بتعمل مشاكل. الحل الجزء الثالث ازاي نعالج هذه المشاكل. مش هنفتح بطن المريض ونسيبه يروح. طالما في مشاكل تتعالج ازاي. في الاول خالص ليه الجنس مقدس؟ لانه من صنع يد الله. الله لما كان بيخلق كل شيء في الوجود كان بيقول ايه؟ وراء ان ذلك حسنا. اول ما خلق الانسان قال ايه؟ حسنا جدا. هل قال ما عدا الاعضاء التناسليه؟ لا، انت كلك على بعضك حسنا جدا. عشان كده المسيحيه الديانه الوحيده في الدنيا اللي اعتبرت هذه الاعضاء اعضاء قداسه مش نجاسه. تخيلوا؟ يعني ثقافات ثانيه تعتبر ان دي اعضاء نجاسه. لا، المسيحيه اعتبرتها اعضاء ايه؟ قداسه مش اعضاء نجاسه. تعالوا نشوف القصه كده من الاول خالص. اول امر ربنا اداه ادم وحواء قال لهم ايه؟ اثمروا واكسروا واملأوا الارض. اثمروا واكسروا واملأوا الارض. الامر ده كان قبل الخطيه ولا بعد الخطيه؟ ومفيش جوائز للاسئله ولا ايه؟ لا، قبل الخطيه. ساعتك الامر كان قبل الخطيه، والله اللي لخبطنا ان احنا ربطنا الجنس بالخطيه. عندي ست في اواخر الثلاثينات كده تقول لي انا مش عارفه اعمل ايه، بقف اصلي باكر واقول ازاي اقف قدام ربنا بعد اللي انا عملته ده؟ كانها بتعمل خطيه. لا، الجنس مش مرتبط بالخطيه ولا هو نتيجه للخطيه. اثمروا واكسروا واملأوا الارض، كان الامر ده قبل الخطيه. الحاجه الثانيه لما يذكر الكتاب المقدس في سفر التكوين مداعبه اسحاق لرفقه، المداعبة جزء من العلاقة الجسدية. ده مش فور فن أو حاجة فور أوبشن. لا لا لا، ده دي حاجة أساسية في العلاقة الجسدية. لما يجي في سفر التثنية، في سفر التثنية كان العسكري اللي يتجوز ربنا كان يؤمر كده يقول له سنة ليصبر قلب المرأة التي اتخذها زوجة. أنت على قلبك يا رب إن الست تفرح بالعلاقة الجسدية؟ جدا. يعني الجنس ما اتعملش للرجاله بس؟ لا، يعني قصدك ان الاثنين يفرحوا قوي. اذا سنه ليصبر قلب المراه، مش انت تتجوز ثلاث ايام شهر العسل وتنزل رابع يوم عشان كل متجوز مديون؟ لا، ده يقعد سنه عشان يفرح قلب مراته. النقطه الثانيه، عم نخبط كتير معلش. النقطه الثانيه عندنا لما يجي في سفر الامثال ويقول للراجل ايه؟ افرح بامراه شبابك. يعني الست تفرح والراجل كمان ايه؟ يفرح. آية اتقالت في الكتاب المقدس اربع مرات. تعرفين يعني ايه آية تتكرر اربع مرات؟ كده ربنا عاوز يقول لك ايه؟ لو ما خدتش بالك من الاولى ركز في الثانيه ابوس ايدك. لو الثانيه صعب عليك في الثالثه. لو بعيد ضايع في الرابعه. الايه دي بتقول ايه؟ لذلك يترك الرب الاباء وامه والتصق بايه؟ بامراته ويصير اثنان جسدا ايه؟ واحدا. اتقالت اربع مرات، مره في العهد القديم وثلاث مرات في العهد الجديد. تخيلوا لما اتقالت في العهد القديم اتقالت لمين؟ رب بلاش جوايز، مفيش جوايز. واضح ان الموت كان خطير قوي قبل الموضوع. بس موتهم لي قبل ما ابدا. اول حاجه ان احنا عندنا هنا
لما الآية أول مرة اتقالت لآدم. آدم؟ طب هو آدم عنده أب وأم، يعني تخيل كده الله بيكلم آدم، يا آدم اترك أبوك وأمك وانزل في مراتك. أبوه وأمه مين؟ ده سؤال استنكار إرمين. لكن ليه ربنا قالها لآدم في الأول؟ بيسطب ويندوز، عارفين يعني إيه بيسطب ويندوز؟ بيحط أساس تمشي عليه البشرية كلها. من أول آدم كل اللي هيجي بعده أرجوك عشان تلتصق بمراتك اتفطن من أمك. لا هخبط. أرجوكي عشان تلتصقي بجوزك اتفطني من أمك. إيه القصة؟ أيوه، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بمراته. الآية فيها فعلين، ترك والتصاق. اترك عشان تقدر تلتصق، بدون ترك لا يمكن يحدث ايه؟ التصاق. طيب تعالوا عندنا برضو في كورنثوس الاولى اصحاح 7 اتكلم عن العلاقه الجنسيه بشكل راقي جدا. اول الايه بتقول ايه؟ ليوفي الرجل المراه حقها الواجب. يعني ايه يوفي الرجل المراه حقها الواجب؟ يعني سيادتك مش تعملها إثارة بدون إشباع، يعني سيادتك تخرج برا ذاتك. عشان كده موضوع الموت النهاردة مناسب جدا، موت عن نفسك من أجل الآخر. أخرج برا ذاتك. يوفي الرجل المرأة حقها الواجب. خش الجزء الثاني. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، ليس للرجل تسلط على جسده بل للمرأة. عشان كده ما ينفعش استخدم الجنس كعقاب. ست جوزها طلبت من جوزها طلبات ما جابهاش، رجع ايده ورا وايده قدام، اسمها اقتصاديه، هيعمل ايه؟ اول ما يجي يطلب علاقه بالليل تعبان من العيال المعين الغسيل كان عنده مش عارف ايه. ومعتقد اكيد انها ايه؟ بتعاقبه. اختي الغاليه دي خطيه تستوجب توبه واعتراف. ايه ده؟ خطيه تستوجب توبه واعتراف. هو انتوا ايه اللي خلاكم جسد واحد؟ عمل الروح الايه؟ القدس، مش هو ده اللي وحدكم بقيتوا جسد واحد؟ فلما تمنعي بدون سبب تمنعي شريك حياتك عن العلاقه، انت بتعملي ايه؟ انت بتاذيه او بتكسري العلاقه الروحيه اللي بينكم، اللي هو ايه؟ عمل الروح القدس في حياتك. او الزوج طلب المرات طلبات وبعدين رجع ما عملتلوش اللي هو عايزه، قام ساحب المخده والكوفيرتا ونايم في الصاله بره، البرد هياكل قفاك، وبرضه خطيه. ايه ده؟ مش من حقك سيادتك. ليس للرجل تسلط على جسده بل للمراه. ليس المراه تسلط على جسدها بل للرجل، ليس للرجل تسلط على جسده بل للمراه. ولا يسلب. يسلب يعني ايه؟ يسرق. ولا يسلب احدكم الاخر حقه الواجب الا على موافقه. صبحين التاني، انت مش قلت علاقه مقدسه جدا. بس هو الاكل فيه خطيه؟ الاكل فيه خطيه؟ لكن ليه بنصوم عن الاكل واحنا صبحين التاني؟ استعداد. فانا لما بصوم عن العلاقه ده مش عشان انها خطيه، ده اقدس ما في العلاقه الزوجيه، ده قدس اقداس العلاقه الزوجيه. عشان كده جنس مقدس جدا. ما فيهوش اللخبطه اللي احنا فيها. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض ايه المشكله؟ المشكلة عندنا، تعالوا نشوف أبائنا القديسين كانوا بيقولوا إيه على الموضوع ده. قديس كليمنتس كان ده بيقول إيه؟ يجب ألا نخزى من الأعضاء التي لم يخزى الله أن يخلقها فينا. المفروض ما تكسفش من الأعضاء إلا ربنا نفسه ما تكسفش وهو بيخلقها فينا. الآية في تيتوس تقول إيه؟ كل شيء طاهر للطاهرين. دي الموضوعات اللي لازم نتكلم عنها بعفة وقار وطهر ونقاوة. ايه ده؟ هو كده برضه عندنا دور الكنيسة. كنيسة طول عمرها بتحارب بدع وهرطقات في الجزء ده بالذات. اشهر بدعتين بدعة ماني وبدعة الانكراتيين. مين الانكراتيين؟ دول المتزمتين في العفة. وكلمة متزمتين في العفة دول يعني دول زي السلفيين بتوعنا دلوقتي. كانوا برضو عندنا سلفيين بس في القرن الثالث والرابع. اوعى تتناول من ايد قسيس متجوز. نعم؟ طب ما ابونا متجوز بالخلاف.
اصل بدل ما يتجوز يبقى بيعمل علاقه، ازاي تتناول من ايده وهو عامل علاقه؟ بصوا ده لخبطه. اكل اللحوم خطيه، الجواز زنا، العلاقه الجنسيه بعد انجاب الاولاد زنا. خلاص جبت العيال عاوزين ايه تاني؟ ده زنا. بصوا اللخبطه، بصوا العك. اكل اللحوم خطيه، ايه الكلام ده؟ اتعمل مجمع سنه 340 ميلاديه اسمه مجمع غرغرة، مجمع مكاني سنه 340 ميلاديه. المجمع ده حارب كل البدع والهرطقات اللي كانت مرتبطه بالعلاقه الجسديه وعلاقه الزواج بصفه خاصه. حط كام قانون كده، انا هاخد بس القوانين اللي تخص الموضوع بس. القانون الاول، يحرم كل من لا يوقر الزواج الشرعي اللي هيكون على الجواز كلمه غلط، يحرم دخول الكنيسه. احنا عندنا لا اسم الصليب شطار وخفه دم متناهيه. يخطب يقول لك ايه؟ ليه يا ابني ما كنت بعقلك؟ يتجوز يقول لك انضم للواحد. ايه ده في ايه؟ وتبص تلاقي الشباب رائع، يقعدوا يقول له يا ابني كنت بطولي وبلف واسهر واجري واتفسح واعمل. طب تعالى كده اساله اي راجل متجوز، تقدر تستغنى عن مراتك يوم واحد؟ يقول لك لا، ده انا ما اعرفش اسقي نفسي كوبايه ميه. كلنا بنقول ما نقدرش نعيش من غير زوجاتنا وازواجنا، وبرغم كده يحصل ايه؟ نقول كلام يعني اوعى يا ابني، خليك بطولك يا ابني، خليك بعقلك يا ابني، كاننا بنخدم ابليس. ده مشروع الجواز هو اللي عامله مين؟ ربنا. فقال لك يحرم كل من لا يوقر الزواج الشرعي. القانون الرابع، يحرم كل من يتردد في القبول سرا لتناول الاسرار المقدسه من يد الخصوص الايه؟ ده انت لو ترددت بس تحرم دخول الكنيسه. تتردد تحرم دخول الكنيسه. القانون التاسع، يحرم كل من يبقى عزما. حاول بقى اتجوزه. لا هي مش قصدي كده. يحرم كل من يبقى عازما حافظا للعفه ممتنعا عن الزواج، لا بسبب جمال البتوليه بل احتقار الزواج. طب انت سيادتك ليه بتقول مش متجوز؟ اصل الجواز ده حاجه كده حيوانيه وحاجه، ده انت تحرم دخول الكنيسه. مش عشان سيادتك بتحب البتوليه، لا ده انت بتحتقر ايه؟ الجواز. انت لو احتقرت الجواز تحرم دخول الكنيسه. واحنا عمالين خف دمنا ونهزر في الموضوع ده. مش عاوز افتح عليكم. ايه اهداف الجنس في الزواج؟ عندنا اهداف كتيره جدا. هل الهدف بس انجاب الاولاد؟ التكاثر؟ اسمر واكسر واملا الارض؟ لا. قمه الاتحاد، قمه التعبير عن الحب، قمه الوصول الى اقصى درجه احنا قريبين فيها هي في العلاقه الزوجيه. الحاجة الثانية، الفرح والمتعة، أسعد لحظات عمرنا مع بعض لما بنكون بنقدم العلاقة دي وبحب، وكلنا في قمة الحب واحنا بنقدم ذواتنا للآخر. فأنا بقول للآخر أنا كلي ملكك. الحاجة الثانية، مطلوب مننا عنصر التواصل. أنت بتقدم العلاقة الجسدية لشريك حياتك بتقولي له إيه؟ انت الراجل الوحيد في الدنيا اللي من حقه العلاقه دي. ابويا اللي هو ابويا مش من حقه. اخويا اللي هو اخويا مش من حقه. ابني اللي هو ابني مش من حقه. واذا كان دول اغلى ثلاث رجاله بعدك مش من حقهم، اذا ولا راجل تاني في الدنيا من حقه. اذا انت الشخص الوحيد. طبعا انت ما تسكتش، انت كمان نرد عليها. امي مش من حقها. اختي مش من حقها. بنتي مش من حقها. رد عليها خليك جريء. كويس؟ انت عاوز تقول ايه؟ وصل لها ان انا كمان ده انت الوحيده. عشان كده بتفكر في مين؟ بيبقى الراجل معندش خطيبته كده ولا مراته وماشي في الشارع، عينيه عامله زي عربيه الاسعاف المعديه بيمسح الشارع. ايه يا عم في ايه؟ هو بس عاوز يتاكد ان اختها صح، يعني مش حريه عين ولا حاجه. كمان تعبير عن المصالحه. يعني ايه تعبير عن المصالحه؟ قلنا الصبح لو احنا اختلفنا سيكون رجل المرأة قضى في حضنك كده وطبطبتين اثنين. لا هنا ممكن يبقوا ثلاثة، ثلاثة هتفهم على طول. لكن اثنين انا بصالح. عمر المرأة لا تعطي جسدها الا وهي في حالة حب. عشان كده دايما اقولها للرجالة، من يوم ما تتجوز ما
بعد عمر طويل لما تنتقل هتترفض 32,973 مرة. ابقى ضم براحتك. ليه؟ اصلا مش متاحة كل الوقت. لو نفسيا متضايقة لا. ابوها سكره عالي ابقى قابلني. امها ضغطها مش عارف ايه خلصت. عيل عنده اسهال من العيال مفيش. طب واد بيسنن ابقى قابلني. فهي مش بتكرهك. هي لا يمكن تقدم دي الا وهي في حالة حب. تدعيلهم وتصدرهم وربنا يحافظ على بابا ويحافظ على ماما وخليه ياخد الانسولين ما يعديهاش خلي الليلة تعدي يعني تقعد تصدرهم. هو ده اخرج بره ذاتك من اهل الضغط وتطمن على العيال وتسننوا ولا لا كده. طيب ايه اللي شوه الدنيا؟ اللي شوه الدنيا ارتباط الجنس بالشهوة. ايه الفرق بين الجنس؟ تعمل تقول الجنس شيء راقي جدا وارقى ما في العلاقه الزوجيه. ايه ارتباط الجنس بالشهوه؟ الجنس انا بحب شريكه حياتي جدا، انا بتحد بيها جدا، انا بقول لها بحبك قوي 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 فبقدم نفسي ليها، بخرج بره ذاتي من اجلها في الشهوه. انا بستعمل الاخر، انا بستخدم الاخر، انا بستغل الاخر. كأن انا بعمل ايه؟ بحول الشخص الى شيء. عارفين تشهير اشخاص؟ كان الاخر ده مجرد ايه؟ جسد. جسد. عشان كده العلاقه الزوجيه مش كده خالص. العلاقه الزوجيه اتنين بيحبوا بعض جدا فبيقدموا ذواتهم لبعض. مش حد بيستعمل حد او حد بيستغل حد. العلاقه الزوجيه الغير نقيه، ايه ده هي ممكن تبقى علاقه زوجيه وغير نقيه؟ اه لما تبقى مركز على نفسك بس. مركز على ايه اللي يفرحك بس. مركز على ايه اللي يسعدك وبس. خلي بالك عمرك ما هتفرح بعلاقة جسدية مشبعة الا لو شفت الفرحة في عينين الطرف التاني. ان شاء الله بتعمل علاقة كل يوم. المهم تشوف الطرف التاني ايه؟ في حالة فرح. غير كده لا. عندنا في رسالة معلمنا بولس الرسول للعبرانيين يقول لي يكن الزواج مكرما والمضجع غير دمس. دكتور الجواز مكرم وان قدس احداث العلاقه الزوجيه ايوه والجنس مكرم جدا. طب امال ايه المشكله؟ ازاي يبقى المضجع دمس؟ لما تبقى مع مراتك في علاقه زوجيه وذهنك مشغول بواحده تانية او متخيل مراتك واحده تانية ده زنا. زنا عشان كده تبقى العلاقه فيها ايه؟ نجاسه. لان دخل طرف ثالث. او انت تبقي في علاقة زوجية مع شريك حياتك ومتخيلها شخص كان نفسك ترتبطي بيه واهلك رفضوه فانت متخيلة جوزك اللي معاكي دلوقتي هو الشخص الثالث. طبعا ده دخلت طرف ثالث فين؟ في العلاقة. يا اساتذة الزنا مش على مستوى الجسد. الزنا على مستوى الحواس، على مستوى الفكر، على مستوى المشاعر، على مستوى الجسد. ده دي النهاية الحتمية يعني. لكن ازاي بيمر بالاربع مراحل دول؟ طيب تعالوا نشوف ايه الاختلافات بين الراجل والمراه. انا بس مش عاوز دي حته اكاديميه شويه. اول عنصر عندنا في الاثاره والاستعداد. الراجل بيستثار بايه؟ بعينيه. عشان كده عينيه بتبقى بتمسح الشارع. فالراجل بيستثار بعينيه. الست بتستثار بايه؟ بودنها. مش انك تلعب لها في ودانها، انك تقول كلام كويس، تقول كلام حلو. فيحصل ايه؟ الراجل سريع الاستثاره جدا جدا، يشبهه استثاره الرجل بالمروحه. هات اي مروحه كده عندك في البيت وتدوس على الزرار تفتح الرابع. سريع الندهه كويس. المراه بطيئه الاستثاره جدا فيشبهوها بالدفايه. قال كده في عز البرد حط دفايه في اوضه النوم بعد تلت ساعه تحس بيها. المروحه فتحت على الرابع والدفايه ايه؟ لسه هتبدا تجيب تاثير. ايه السبب في كده؟ السبب في كده ليه ربنا ما خليناش احنا الاثنين سرعة؟ ليه يا رب؟ يعني تخلي حد سريع وحد بطيء. لو الاثنين سرعة ما حدش هيحس بحاجه. ما حدش هيحس بالاخر. ولو الاثنين بطاء كانوا الاثنين خلقوا بعض.
لكن حد يخرج بره ذاته من اجل ايه؟ الاخر. الانانيه مش هتتكشف، ممكن تبقى في الخطوبه نرجو كريم ومعطاء وايد شهامه، لكن تيجي بقى في العلاقه كل ده بيتكشف. انت مركز على نفسك ولا مركز على الطرف التاني؟ عشان كده الفرق في سرعه الاستثاره 99% من الرجاله يقول لك اصل الستات بارده. ستات كده بارده، اصل يمكن عشان مختتنين، في ستات اختتنت فيقول لك هي عشان كده بارده. لا، انت اللي مش فاهم. انا في الموضوع ده بقالي 35 سنه، عاوز اقول لكم ما قابلتش الست بارده، لكن قابلت بالعبيط رجاله مش فاهمه. معنى ايه؟ نيجي بقى الفرق التاني، يشبهوا المرأة بالدولاب، ما اقصدش الحجم عشان ما حدش يزعل. يعني ايه دولاب؟ تعرفين في الدولاب تترتب كل حاجة بالترتيب، كل حاجة مترتبة كده. لو انا جيت خدت حاجة من نص الدولاب، دولاب ايه؟ الأحمر، الكركب. تقصد ايه؟ المرأة لازم تشبع عاطفيا، ثم تشبع نفسيا، ثم تشبع جسديا. الراجل بس مصريب سهل، جسدين جسدين جسدين، مش مشاكل. ده يتفصل من شغله، يتفصل يعني هيقعد في البيت، قفل درج الشغل، فتح درج العلاقه. الاغرب من كده، ممكن يتخانق مع مراته ويدب كلمتين مالهمش تلاته لازمه، ودي عيني داخل صعبان عليها بتعيط، ده جوزها اللي ضحت وسابت نص البلد، ما كانش حد تقدم لها اصلا. كويس؟ ما علينا، لا يعني هي عشان التضحيه اصلا. وداخله عشان تعمل ايه؟ فداخله تعيط، فتلاقي الزبون داخل بيتسحلب وبيتدحلب وطالب علاقه. فتقول البعيد غبي، انت مش لسه تشتمي. انت ايه؟ قدراتك ايه؟ في ازواج دمك، دمك، قدراتهم العقليه على قدهم. لا، هو عمل ايه؟ قفل الخناقه، فتح العلاقه. ادراج، عشان كده شبهوا الراجل بمجموعه ادراج شنو. لا، ده انا كان عندي حاله اصعب. الحاله دي من 3 4 شهور، انا باخد جلسات مشوره ارشاد اسري، وجاي عندي زوج وزوجه، وبعدين هم متابعين معايا بقالهم مده، وبعدين جاي لابسه اسود فبقول لها خير قالت حماتي، وبعدين فمش عارف المهم، فبتقول لي بس دي كانت امي اكتر ما هي امه، ست راقيه وست، لا 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 دي كانت ملاك، دي ست لا يمكن. فقول لها ربنا يعزيك وبتاع. فالمهم هو بيختلف معاها في حاجه، فبتقول له اقول له. فانا حسيت انها بتلوي ايه؟ دراعه. قلت انا لا، لو ما قالكيش قولي ما تقوليش. فانا لا قولي، احنا جايين نصلح. اوكي. فطبعا الجانب الاخلاقي في الارشاد الاسري زي الاعتراف. طبعا مش انا مش هتحل، لكن زي الاعتراف. يعني ايه؟ اللي بتقوله ما ينفعش يخرج بره ايه؟ المكتب. فانا حسن بتقول يوم امه دي، هو وحيد ابوه وامه، وامه هي اللي مربياه من اولى ثانوي، وبقى محاسب في بنك مشهور قوي. والمهم يعني بتقول احنا متجوزين بقى لنا 3 سنين وسعداء جدا جدا، وانا بحب جوزي، جوزي بيحبني جدا جدا، وحماتي امنا لينا، ام لينا احنا الاثنين، ودي يعني بجد ست رائعه. يوم وفاتها احنا الاثنين عياط عياط فظيع. الصبح صلينا عليها، دفناها الضهر، فتحنا القاعه بالليل. فانا عارفه جوزي بيحب العلاقه جدا، فانا قلت يا عيني، ده هي قاعده كده في الجنازه، فبتقول يا عيني ده يمكن يقعد له ايه شهرين ثلاثه على الموضوع ده. فالمهم روحت، فبتقول له بجد امك واخده جوزها في حضنها، تقول له بجد امك كانت ست غاليه عليا جدا جدا بمناسبه الموت يعني. كويس؟ حليني سيدنا. ايه يعني امك كانت ست غاليه عليا جدا جدا واخدها في حضنها؟ فبقى لقت الزبون ايه؟ بيكمل. فبتقول له ضمك. قال لها مش الحياه قبل الميت. فاهمين القصه ايه؟ الراجل طبيعته كده، دي طبيعه الراجل. الراجل بيعمل ايه؟ سهل قوي انه يفصل، يقفل درج ويفتح ايه؟ درج. قفل درج الجنازه، فتح درج العلاقه. ايه ده؟ طب والجنازه؟ خلاص
خلاص في ايه خلصت يعني هنحسب عليها لسه هنكمل شويه بس لا هو في بقى العكس بقى الزوجه او الزوج لو اصيبوا باكتئاب نتيجه لحد الوفاه لا يمكن يخش في علاقه جسديه ده ليه؟ الشخص المكتئب مش عاوز يفرح والعلاقه ممكن تفرحه فيعمل ايه؟ يرفض العلاقه وده بيكون دخل في حاله اكتئاب والفراعنه كانوا جبابره انتوا عارفين ذكرى الاربعين لا بتاعتنا ولا بتاعت اليهود ولا بتاعت اي ثقافه ثانيه ده هي قدماء المصريين ويوم الاربعين ده صرف الحزن من البيت لان لو الحزن استمر بعد الاربعين اصحابه يخشوا في الكتاب علميا وصلوا كده الفراعنه جابوها من زمان بس علميا قالوا كده لو استمر الحزن اكتر من 40 يوم صاحبه عرضه للدخول في الاكتئاب. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض نقطه مهمه قوي اذا هل الرغبه عند الرجل اقل من الرغبه عند المراه؟ لا مش اقل. طب ليه بيبان عندنا في الراجل الشرقي ان هو اللي بيبادر دايما هو اللي بيسعى دايما هو اللي بيطلب العلاقه دايما هو كذا عندنا البنت المصريه او الشرقيه اتربت تربيه انها لا يمكن تعبر عن حاجه زي كده في حين في المجتمع الاوروبي سهل قوي اي ونت تو ميك لاف عادي جدا تقدر تقولها البنت باي لغه باي شكل باي طريقه الا الزوجه المصريه الزوجه المصريه دايما تقوم بدور حتشبسوت نفرتيتي اتفضل ايه يا ماما حسسيني اني معايا اتفضل مش عارفه ايه اللي في الجواز ده انت بتعاقبيه ولا ايه مش فاهم المفروض دي مشاعر احنا بنقدم لبعض زواجنا انا بخرج بره ذاتي من اجل الاخر والاخر بيخرج بره ذاته من اجلي احنا الاثنين بنفرح بعض الرغم عند الاثنين بنفس القوه ده انا عاوز اقول في نسبه 10% من الرجاله بتبقى الرغبه عندهم اقل من المراه والعكس عشان كده القصة ما هياش احنا بنفس القوة لكن سرعة الاستثارة عند الطرفين الزمن فيها ايه؟ مختلف. طيب تعالوا نشوف كده عندنا ارجوكم ركزوا سواء متجوزين او غير متجوزين ركزوا في الكيرف ده عشان ده اللي بيعمل المصيبة ده اللي عامل 90% من مشاكل العلاقة الجسدية. اولا احنا فاهمين كويس قوي ان العمليه الجنسيه او العلاقه الحميمه نفسها بتبدا فين؟ في المخ. لما بيحصل استثاره عند الرجل او عند المراه المخ بيوجه الدم نحو الاعضاء التناسليه السابعه عند الطرفين في اوعيه دمويه بتمتلئ عشان تقوم الاعضاء بايه؟ بوظيفتها. في وريد بيحبس الدم داخل الاعضاء دي لغايه لما يقوم العضو بوظيفته. بعد ما بتنتهي العلاقه الوريد ده يتفتح الدم ينسحب من الاعضاء يرجع للجسم مره تاني بالكامل فيحدث استرخاء مش في الاعضاء استرخاء في الجسم ايه؟ كله. القصه دي علميا قالوا عند الرجاله من دقيقتين لثلاث دقائق اربع دقائق، بعض الكتب قالت من دقيقتين لاربع دقائق، بعض الكتب قالت ثلاث دقائق، بعض الكتب ياخدوا دقيقتين، عشان كده العالم كله الهوس اللي موجود في العالم كله دلوقتي انهم ياخدوا ترامادول وياخدوا تيمول وياخدوا مش عارف ايه وياخدوا منشطات وفي اجرى و كل ده عشان يعمل ايه؟ يطول في العلاقه اكتر عشان يستمتع اكتر. كلام فاضي. عشان كده بنقول القصه ان انا بقدم حب انا بقول للطرف الثاني انا بحبك جدا انا مش بستخدمك ولا بستغلك ولا بستعملك انا بحبك جدا عشان هنا نقطه مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها العلاقه الجسديه وخلي بالكوا حس قصه دقيقتين او ثلاثه او اربعه دي متوقفه على عوامل كتيره سيادتك سكرك مظبوط ولا لا ضغطك مظبوط ولا لا عندك تسرب وريدي، عندك سرعة قصف، عندك ضعف انتصاب، عندك دوالة خسيتين، عشان كده لازم يتعمل فحص طبي قبل الزواج. دي دايما مش فحص طبي تروح تجيب شهادتين من زي بتوع المرور، زي بتوع الرخصة. فحص طبي يعني فحص طبي.
انت مش داخل، انت داخل على علاقه لازم يكون فيها الشفافيه والوضوح والصراحه، ولو عندك مشكله تعالج، ما تقعدش تصلبها. تصلبها ليه؟ هي مش متجوزه عشان تتصلب، روح تعالج. عشان كده القصه عند الراجل هو باللون الاحمر ده، القصه عند الراجل تاخد دقيقتين. احنا قلنا المراه بطيئه الاستثاره جدا، فالقصه عند المراه تبقى بطيئه قوي قوي قوي. بالظبط تاخد حوالي من 15 ل 18 دقيقه. اوبا كده ربنا لبس الرجاله في الحيطه، مش كده؟ لا طبعا، اخرج بره ذاتك من اجل اشباع الاخر. ما تركزش على نفسك، ركز انك تفضح قلب الطرف الثاني. طب امال ايه؟ عشان كده المداعبه جزء اساسي من العلاقه، هي مش حاجه كده فور فن، مش حاجه اوبشن بنقدمه كده يعني تعمله او ما تعملوش، لا ده جزء اساسي. عشان كده لو بصينا كده على الشاشه عندنا اللون الازرق خفيف الفاتح، الاستثاره عندها بطيئه جدا جدا جدا. تخش في مرحله اسمها البلاتو او الواحه، دي المرحله اللي ممكن الراجل يبدا فيها الانتركورس او العلاقه نفسها. عاوز اوضح حاجه بس عشان عندنا وهم، المرأة في العلاقة الواحدة قد تصل لأكثر من أورجازم، قمة النشوة بيسموها باللغة العربية الشبق. كويس؟ الأورجازم أحلى بتهيألي، اللي هي قمة الوصول للنشوة في العلاقة. قد تصل لأكثر من أورجازم في العلاقة الواحدة. بس ده نسبة كام؟ نسبة 75% من الستات توصل لأكثر من أورجازم في العلاقة الواحدة. في 20% من الستات تصل للأورجازم مرة واحدة فقط. بس المفاجأة بقى، في 5% من الستات لا تصل للأورجازم نهائي، وبالرغم من كده بتبقى سعيدة جدا جدا في العلاقة الجسدية. مش دورك انك تقول ها ايه انت بتحقق ولا ايه بالظبط، انت بتعمل ايه سيادتك رئيس نيابة؟ حبيبي هي فرحانة معاك ولا لا هيبان، مش القصة، انت مش بتعمل تحقيق. عشان كده خلي بالك من القصة دي. الحاجة التانية، انت بتفضل معاها اثناء العلاقة لغاية لما هي الجسم بيسترخي تماما والدم يسيب الاعضاء التناسلية ويرجع للجسم كله. طب ماذا يحدث لو؟ اسئلة سريعة، حضرتك وصلت للأورجازم قبلها وهي لسه، أول مرة هتستحملك، تاني مرة يعني هنعديها لك عشان أنت لسه مش فاهم، تالت مرة هتعتذر لك، لا أصل أنا كان عندي مواعين وغسيل لا وما فيش في الجواز غير ده يمكن. وكل فترة وكل ما تبعد المسافة بينها وبينك ده أفضل. ليه؟ لأن عارفة إن البي مش فاهم، ودي مصيبة. طب ماذا يحدث لو احنا الاثنين وصلنا مع بعض؟ يا يتعمل لك تمثال استوكهولم. طب هي سبقتك، هننقل التمثال مكان رمسيس الثاني، ده انت راجل ما حصلتش. دي اكتر مصيبه بتعمل مشاكل في الحياه الزوجيه. احنا انا بشرح الكيرف ده للمتجوزين، ويبقى متجوز بخمس سنين وعشر سنين واقول له يا راجل اقول له صدقني خلي بالك انت بتعمل ايه؟ ايه ده؟ انت مش فاهم. ما علينا، تعالوا بقى ايه الفروق اللي ممكن تعمل مشاكل وازاي نواجهها؟ اول حاجه الرغبه على مدار الشهر عند الراجل ثابته، ما عندوش هرمونات تخليه مره في المود ومره لا، تخليه المرأة عندها الهرمونات دي بتلخبطها. بمعنى آخر الرغبة عند المرأة على مدار الشهر متغيرة. وبرضو أنت لما تيجي تتجوز زي كأنك زي البطيخة دي ما تتعرفش وما تنفعش تسأل فيها قبل الجواز. إيه القصة؟ 75% من الستات قبل البريود
بيبقى وقت مناسب جدا للعلاقة. في 25% اياك تيجي جنبها هي بلش عرام حد صباح الفيشة مش طايقة نفسها اصلا فعطيها المناسبة دي بقولك ايه؟ طب خلاص صباح الخير ده انا صباح بس وانزل على شغلك عادي. 25% ما تجيش جنبهم خالص، 75% مناسب. اثناء البيرو ما تجيش جنبها خالص. بس خليك يقول فريند انيد فريند انديد. خليك جدع كده، صباح الخير ربنا معاكي ازمه وتعدي كده يعني. بعديها مباشره 100% من الستات ده بيبقى انسب وقت. بعد البيرو. اذا وانا بترفض يا ابونا مش مدياني حقوقي. يا حبيبي مش لا بتترفض ولا مش مديالك حقوقك، انت اللي بتفوت غلط. طب انا هظبط لها بقى النتيجه يا حبيبي؟ لا، هي القصه محتاج، عشان كده لازم يبقى في بيننا تواصل، لازم يبقى في بيننا تواصل. النقطه الثانيه، قلنا الراجل بيستثار بايه؟ بالنظر. عندنا الستات تبقى متجوزه في شنطه كده خاصه قوي قوي، بتبقى دي بتاعت تيتا، كل ما حد في العيله اتجوز تديها له كويس، ثلاث اربع ايام وتتشال في البلاكار. انتوا لسه لا في اطفال منكدين عليكم ولا معذبينكم، فالقصه ببساطه شديده لسه فرحانين ببعض. ده لبس خاص جدا، فراح عند جوزك هو نفسه يشوفك سندريلا، مش يخش يلاقي مشمره بكم ايه طالع من البلاعه ايه في ايه. بس كنت بسلكها، مش ده وقته. كمان بيفرق مع الراجل جدا الرائحه. ده توم مش بطبخ لك يا امي، لا مش كده. توم وبصل، اي برفم، اي برفم شمر خمس خمسات بتاع ميتين، ما كلها جثث. خلي بالك انت لو حطيتي منها هيفتكرك في كل جنازه. ايه مش فاهم. طيب يبقى الراجل بيستثار بحاجتين دول، النظر وايضا الرائحه تفرق معاه، اي برفان هو بيحبه. الناحيه الثانيه المراه بتستثار بايه؟ باللمسات. وهنا اخواتي الرجاله ابوس ايديكم وركزوا عشان يعني فاضحيني في كل حته. عزيز الرجل لما تبدا تتعامل جسديا مع شريك حياتك اتعامل مع الجانب الانساني اولا، ما تبقاش حافظ مش فاهم ابوس ايدك. اتعامل مع الجانب الانساني في الاي كونتاكت. يقول لك اصل انا قريت في كتاب ان الست بتستثار من خضاتها، ما يمكن مراتك من قفاها. مفيش واحده زي الثانيه. يقول لك لا حبيبي انت مش حافظ، دي مش كده خالص. وبعدين بلاش لمسات عظم الراجل علميا اتقل من عظم المراه. تهزر معاها هزار رخي وتنزل تكبسها طول الليل. واللمسات التردديه البيه مش نقاش بتصنفر حيطه، لا يعني تطشات بسيطه. وتعامل الاول مع الجانب الانساني. لكن احنا حافظ مش فاهم. تاني حاجه الست قلنا بتحب ايه؟ فايه الجمال ده؟ ايه الطعامه دي؟ ايه الرقه دي؟ ما بتعرفش تقول كده؟ افوار تبقى اعترف يا اخي كويس؟ لكن مش اول ما تبقوا كده ايه ده تخنتي؟ زدت شويه؟ زدتي؟ البعيد قدراته العقليه صعبه. ممكن تقول لك طب استناني بقى لما ابقى اخس كويس وخلاص عليك الدنيا. لا لا، نيجي بقى للفرق التالت. كل الستات مش مراتك صاحبتها بظرف كده، كل الستات سهله التشتيت. يعني لو حصل اي حاجه مفاجاه اثناء العلاقه هي فصلت. فتبص تلاقي انت في اوضه النوم قافل باب الاوضه تمام، والباب الشقه خشب لكن باب اوضه النوم عليه متاليس ومصاريخ ومقاريق يعني مقفله. عين صحي الواد باظت، ما داخل الحمام ورايق خلاص باظت. هي سهله التشتيت، هي طلعت عربية اسعاف معديه، ده كل حد معرفه عايزين يعني سام السميد كلها قاعدين تحت رجلكم، لكن معرفه مين يا ماما؟ لا هي كده الكارثه. الراجل باسم الصليب عليه دقيق وامين
عارفين لو السويد انضرب القنبله الذريه نكمل تقوم البلد بتولع ما دام ما جاتش عندنا خلاص. دي مساله مبدا. الراجل لا يمكن يتشتت. مش حاجه تشتت. هو ما عمره ما تشتت. عارفين بجد هو مبداه كده من يضع يضع الحراس لا ينظر الخلف. الراجل المشبع جنسيا يقول في مراته احلى كلام. انت عارف بجد دي انت عارفين ربنا خلق الكون في كام يوم؟ ست ايام واستريحت السابع. كاتب استريحت السابع كان اخلاق لمراتي. يا سيدي ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ ايه الرضا ده كله؟ وتلاقيه حلق دقنه حاط بيرفيوم داخل يصب على زمايله فل صباح فل عاملين ايه؟ بيبان بيبان اول ما تلاقيه وشه دقنه زي القنفل كده ووشه متصوب بالمكوه فيخش ايه خير؟ يقول لك مالها الباتوليه؟ كره حياته الزوجيه. فالراجل المشبع جسديا يقول في مراته احلى كلام. الجنس عند الراجل ينجح جوز. المرأة مش الجنس اللي ينجح جوازها. ايه اللي ينجح جواز المرأة؟ الحب مش الجنس. المرأة تريد حبا لا جنسا. عشان كده انا بهنس بيها في اذن اخوات الرجالة. مش العلاقة الجسدية هي اللي هتربطها بيك. اللي هيربطها بيك ايه؟ حبك ليها وحبها بطريقتها. البوابة الملكية للعلاقة الجسدية هو الحب. المرأة لو انت بتحبها ومفيش بينكم علاقة جسدية هتكمل معاك. ايه ده؟ لان في وهم عند اخوات الرجالة انه سيظل يمارس الجنس مدى الحياة. ده وهم سعادتك. القلب بيتعب والنظر بيحول والنظر بيتعب والسمع بيتقل. مش معنى ده اللي هيكمل. كل الاجهزة تتعب. عشان كده خلوا بالكم من القصة دي كويس قوي. طيب لا بلاش منتظر. إذا نلخص القصة كده إن العلاقة الجسدية بين شخصين بيحبوا بعض جدا بيقدموا ذواتهم لبعض علاقة فريدة جدا علاقة فيها إسراء في شركة فيها شركة فيها اتحاد مع شخص مهم جدا هو ده العلاقة الجسدية. مش علاقة استهلاك ولا علاقة استغلال ولا علاقة امتلاك. بس عاوز أأكد على نقطة. العلاقة الجسدية تخلي بينا نقطة مهمة جدا. احنا هنكمل مع بعض لان جوازنا المسيحي علاقة عهد مش عقد. عهد يعني ايه؟ انا ملتزم بيكي في الصحة في المرض في الغنى في الفقر. ايه ده؟ انا ملتزم بيكي. يا مناس الزوجة اصيبت بمرض والمرض افقدها القدرة انها تعطي جوزها حقوق الزوجية وبرغم كده كان قمة الإخلاص ليها حبها لآخر لحظة في عمرها وفضل وفي جدا جدا ليها. مش ده إن الجواز المسيحي بجد علاقة عهد في التزام وارتباط. كان لسه عندي راجل 43 سنة مراته دخلت في حالة اكتئاب حاد جدا جدا وطبعا رفضة تظهر العلاقة لجوزها فابتدى يجي يقول لي إيه انا كده هضيع انا هنحرف انا شماس انا خادم طب اعمل ايه اخد حقوق ازاي انا متجوز بقالي 13 سنه. قلت له معلش ممكن نسال سؤال؟ لا الكنيسه تشوف لها حل. قلت له طب الكنيسه تشوف لك حل تعمل ايه يعني؟ هتجوزك واحده تاني وهي موجوده؟ قال لي هتشوف لي اي حاجه. قلت له طب ثواني بقى ايه رايك لو حصل العكس؟ انت حصل لك مشكله صحيه افقدتك القدره على اقامه العلاقه وجات الزوجة تقول ايه؟ لا انا هاخد الاب والام والواد واطلعهم بره. فطبيعة الحال يمكن الموضوع صعب عليك. انا عارف يا حبيبي الموضوع صعب. فطبيعة الحال القصة هنا باختصار شديد جدا انا ملتزم بالطرف الثاني سواء كان بيديني حقوقي الزوجية ولا لا. مش داخلين في عناد مش داخلين في لا انا عارف انها بتعاني من حاجه معينه مرض ده 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 لاخره انا هشيلها.
لما بقول له الست دي لو راحت طلب الجواز قال لي تبقى ندالة، قلت له تخيل انت جاوبتني، انت جاوبت عن نفسك، انت جاوبت عن نفسك. قال لي طب انا اعمل ايه؟ طب اصل انا يعني ده. قلت له الست دي محتاجة تتعالج من الاكتئاب الاول، وبعد كده هتلاقي نفسها تخش في العلاقة بعديها مباشرة. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض الجنس زي ما قلت اللي هو التواصل. عاوز اقول لكم هي علاقة اخذ وعطاء. اخذ وعطاء يعني ايه؟ انا مش باخد، مش بستغل الاخر، انا بفرح الاخر، ولما يفرح الاخر انا بفرح. سليمان حكيم في سفر الامثال يقول ايه؟ النفس السخية تسمو والمروي هو ايضا يروى. وفي سفر الاعمال الرسل بنقول ايه؟ مغبوط هو العطاء اكتر من الاخذ. طيب تعالوا نشوف كده الايه ابتدت تتضح. ليوفي، كلمه يوفي يعني ايه؟ يسدد. يبقى هدفك مش انك تفرح، هدفك انك تفرح شريكه ايه؟ حياتك. ليوفي الرجل المراه حقها الواجب. ليس للمرأة التسلط على جسدها بل للرجل، ليس للرجل التسلط على جسده بل للمرأة، ولا يسلب أحدكم الآخر حقه الواجب إلا على موافقة. طيب تعالوا نشوف كده عندنا بعض الأسئلة وتحذيرات صغيرة بنهي بيها الموضوع بس. احذر التعبيرات الساخرة. وعاوز أقول لكم معلومة غريبة قوي. الست تستحمل الهزار والتريقة أقوى من الراجل، بالذات في النقطة دي بالذات. يعني يقولها تخنتي زيتي، تقول له هو ده اللي عاجبك بقى، هو ده اللي عندنا، هي مش عارف ايه، وعندها قوة نفسية انها ايه ترد. بس احذري انك تتريقي عليه جسديا، انت بتذبحيه. لا 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 النهارده انت كنت لا ده انت يا نهار ابيض ده دي مش هيستحمل مش حد. ليه؟ الرجوله ربطها بالذكوره، في فرق بين الرجوله والذكوره، هو حط الاثنين في ايه؟ في قالب واحد. فانهيار قينونته الذكوريه كانه انهيار لايه؟ لرجولته بالكامل. النقطه الثانيه نقول للراجل احذر الاستعجال. الاستعجال ده هي القصه دقيقتين لو انت سليم. فطبيعة الحال احذر الاستعجال وركز على الطرف الثاني. كمان احذر الافلام البورنو. اولا من اثارها الجسديه بتسبب عجز جنسي. ثاني حاجه بتعمل نوع من الضلالات لانها بيسموها كوكايين العصر. ليه ما قالوش هيروين العصر؟ انتوا من ضمن الاسئله اللي دايما بتجاوبوا الجماعي. الهيروين عشان سيادتك تبقى مدمن محتاج 6 شهور، الكوكايين محتاج اسبوع. فتأثيرها الخطير والمدمر لخلايا المخ بشع بشع. اولا دي بتفقدك الرغبه في شريكه حياتك خالص، بتقطع العلاقه بينك وبين شريكه حياتك. كمان من نظر الامراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. ودي كلها مبنيه على ايه سعادتك؟ عشان كده احذر افلام الجنسيه دي بتدمر الدنيا. كان عندي اب كاهن بعت لي زوج وزوجه متجوزين بقالهم 6 شهور. البنت زي القمر جميله، انتوا عارفين ان احنا في مصر افريقيا فالغالبيه شوكولاته كويس. فلما نلاقي بنت بيضه شويه نقول واو سبحان الله. طبعا عارف ان انتوا هنا في السويد سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اوكي بس احلى بنات في مصر جم عندكم فعشان تمشي الليله. البنت جميله جدا بيضه قوي بس تحت عينيها كان مهالات سودة. قلت البنت دي بتضرب مخدرات، يعني انا بتاع النفس مش بتاع كشري وفاهم. قلت البنت دي بتضرب مخدرات يعني عندها اكتئاب حاد. فبقول لها خير يا بابا؟ قالت احنا متجوزين. طبعا ابونا بعت الجواب قريته كده بس قلت اسمع منها تفصيليه. خير؟ قالت لي انا متجوزه بقالي 6 شهور وانا بحب جوزي جدا، وجوزي كان كل بنات الكنيسه هتموت عليه، هو اغنى ولد واشيك ولد وكل البنات الكنيسه بس انا اللي فزت بيه. فقلت لها برافو عليكي كويس. خير يا بابا فين؟ قالت انا لسه بنت. طب مش عملتوا فحص طبي؟ عملنا فحص طبي. طب خير يا بابا؟ قالت مفيش. قلت لها طب ما رحتوش هاني مون مثلا؟ قالت رحنا شرم.
10 ايام بس في اليوم الثامن اصريت ارجع. طب ايه يعني؟ قالت لبست له كل المايوهات اللي في الدنيا. طب في مايوهات شرم بالذات غير اي شاطئ في الدنيا. مايوهات شرم 3 قطع كاب ونضاره وشبشب. اللي انتوا مش فاهمينه ان شرم مشتى مش مصيف. فنار وهنا صعبه ما علينا. حاليا نسيت. فطبيعه الحال تقول لي عمال قلت لها هو جوزك معاكي؟ قالت لي اه. قلت لها اندهيله انا هتشل. فلقيت شاب داخل بقى وحط برفم ايه بقى حاجات كده من دبي ومش كده العود والكلام ده انا اعرفها يعني. اول ما دخل كده وبقى معاه ايه تاب وموبايل معرفش تاب عن ايه بس حاجه كده يعني. فبصيت لقيته بيقول لي قالت لك كل حاجه قالت لك؟ قلت له انا عاوز اسمع منك خير. قال لي ما حسيتهاش. قلت له يعني ايه؟ بنت جميله جدا دي تتعكس وهو بانجازها تتعكس منه. فبقول له خير. قال لي هيجي لها وقتها. قلت له ابوك وامك عارفين؟ قال لي اه. وابوها وامها عارفين؟ ايوه. طب هم رايهم ايه؟ قالوا سيب النار جنب البنزين يمكن تبلع لوحدها. ايه المبدا ده يا ابني؟ قال لي ما احنا لما رحنا لابونا بقى بعتنا لحضرتك. قلت له طب اسالك سؤال يعني احب اسالك قدامها ولا من وراها؟ قال لا احنا جايين. قلت له بتتفرج على افلام اباحيه؟ قال انا بقى لي اكتر من 18 سنه من ايام شرائط الفيديو. عندنا في تصنيف الادمان ساعتين يوميا 12 ساعة أسبوعيا لازم تتحط في مصحة. فبقول له بتتفرج ازاي؟ قال لي بروح الشغل بخلص الشغل كده على 10 ونص بقعد لغاية 3 ونص على. فالبنت تقول لي ايه؟ ده انا كنت جنبه في شرم بالمايو وهو قاعد بيتفرج. فبقول له طب ما انا زي دول. اقول لها هيجي لك وقتك. دي عملت نوع من العنة النفسية. هو قفل. ليه؟ أنا عندي 3 ميم ساعدوا على الإدمان عنده. تنوع، متنوعة، مجانا، متاحة. أي سمارت فون خلاص. فطبيعة الحال دي دمرت حياته الزوجية. عندنا مبدأ تاني الإجهاد النفسي والعضلي. بالنسبة لإخوات الرجالة بالذات. ما ينفعش تخرج 6 الصبح ترجع 12 بالليل وتعمل علاقة بالنسبة إيه؟ لا أصل أنا حبيبي انت محتاج تغطي وتصوت دي يعني عشان تصحى الصبح تروح بدري. الاجهاد العضلي والاجهاد النفسي ما عملتش علاقه سليمه. برضه عندنا نحذر الاشياء المنفره. الراجل عاوزها تاخد شاور وتحط برفم وهو يخش لها بدأ له زي الانفت وعرقان ويقول لها ده عرق الشرف. لا هي مش ناقصه قرف. خش خد شاور واحلق دقنك وزي ما هي بتستعد انت كمان تستعد. احذر كمان الانانيه. اوعى تستسلم لاي مشكله في العلاقه. عندك مشكله في العلاقه روح اتعالج قبل ما تتجوز. ولو انت متجوز روح اتعالج. ما تخافش امراض الذكوره عندنا في مصر عيادات بقى كده. وهتروح العياده هتلاقي ابن عمك وابن خالك كلهم هناك. فمش هتحس بغربه. الشعب المصري كله في العسل. المهم تستسلمش مشاكل في العلاقه. كمان قلنا ما نستخدمش الجنس كعقاب. بختم بوصيتين للمراه ووصيتين للرجل. اول حاجه بالنسبه للمراه في الجواز انتهز الفرص. يعني ايه انتهز الفرص؟ انتهز الفرص يعني رجع لقى الولاد في المدرسه، الولاد مثلا نايمين ده فدخل بيهزر معاك، لا المكرونه على البوتاجاز، ما تسيبي المكرونه. عارفه بعد العلاقه صبها له قالب، هيقول لك اروع مكرونه كلتها في حياتي. شويه صوص عليها كده تبقى كده. ياما كان المكرونه خرط عند والدته يعني. المهم انتهزي فرص. فرصه تفرحي جوزك وانت تفرحي. كمان بادري. يعني ايه بادري؟ بدل اكتب له ايه؟ اكتب له على التلاجة اليوم اريد علاقة؟ بدل يعني ايه؟ هات الشنطة اللي في البلاكات. هاتي حاجة تناسبك. خدي شاور. حطي ميك اب. نام العيال بدري. رجع خد باله وخد ما خدش
صوتي ليه؟ مش ده انا قوت عينك؟ طب هنعمله ايه اكتر من كده؟ يعني ده في ست اتنقطت تقول لي عملت زي ما انت قلت كده، كانت سمعت المحاضره فبتقول لي عملت زي ما انت قلت كده. فاول ما رجعت ايه الهلاهيل اللي انت لابساها دي؟ قلت لها لا، هم دول رجاله ودي نعمه ربنا مش هندوس عليها. ده ايه ده؟ انت لما بتلاقي لقمه في الشارع بتعملي ايه؟ وجنب الحيطه. بس ده غطيه وخلاص، يعني نصيبك، ده صليبك يا بنتي. نقول لبعضي اعمل سيلف كنترول، ضبط ايه؟ نفس. هو مش تارجت، هي مش حاجه عاوز تفرح بيها، ركز على الطرف الايه؟ التاني. فلازم يبقى فيه ضبط نفس. ابدا العلاقه منذ الصباح. اسيب شغل يعني؟ يا عم ما حدش قالك سيب شغلك، بس وانت نازل شغل كده خد حضنك كده لله، حضن الوطن، حضن ربنا، حضن السيسي، يعني اي حضن يعني كويس. وبوسه، انت عارفين الستات بعد الجواز بتقصر ما تعرفش ايه، بوسه هنا هنا حسب ما ربنا يقدرك. توصل الشغل اي رساله، مش رساله مش هيارها سيادتك قال لك حد صباح الخير تقوم بعتها لها، لا عارف اكتب لها صباح الخير بايدك، يعني اكتبها كتابه تفرق معاها قوي، ابعتها لها. واي جملتين حلوين ان شاء الله بتوع الليمبي، الحب الحب الشوق الشوق اي حاجه يعني. وانت راجع بالليل اي هديه هديه بسيطه ان شاء الله شوكولاتايه. وانا متجوز طفله صدقني هيبقى عندها 90 سنة ربنا يديك الصحة، وتخش لها بشوكولاتاية تقول لك يوه طب هات الطقم من الدولاب، طقم السنان انتوا فهمتوا غلط، بقول لكم 90 سنة. خدتوا بالكم الدنيا محتاجة ايه؟ حاجات بسيطة لو فهمنا هنتفادى مشاكل كتيرة. ربنا يحميكم، وبجد العلاقة مقدسة مفرحة جدا جدا. احنا مش بنعمل خطية عشان الهواجس اللي عندنا دي، احنا شيء رائع ومقدس بيزيد من اتحادنا وارتباطنا مع بعضنا البعض. لإلهنا المجد الدائم ابدين امين. لو في اي